هللويا لكل شعب الرب في كل مكان. نشكر رب من أجل هذه الفرصة جديدة ويوم جديد وبركة جديدة وقوة جديدة ومسحة جديدة ونعمة جديدة الرب يسكبها على أولاده في كل مكان. نشكر رب أنه كل يوم هو فرصة جديدة لكي نتمتع بحب أبونا السماوي، لكي نتمتع بالعطايا الإلهية، لأن كل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. اليوم احنا واثقين أنه حضور الرب اللي موجود في وسطنا راح يلمس كل واحد موجود، وراح يشوفنا الآن وراح يشوفنا بعدين، لأن إلهنا نار آكلة. اليوم إلهنا يريد أنه مو بس يزور، اليوم يريد يسكن حياتك، اليوم يريد يقول لك أنت محبوب وأنت غالي، اليوم يريد يحضنك ويقول لك أنا أعوضك عن كل السنين اللي أكلها الجراد، مرضك، تعبك، خطيتك، حربك، صراعاتك، احتياجاتك. اليوم الرب يقول لك اهدى، كف واعلموا أني أنا الله، أعرف أنه ما دام الله موجود في وسطها فلن تتزعزع. يعني ما دام إذا حط عينك على الرب، ما دام إذا أنت حاط عينك على الرب، مهما كانت المشكلة الرب لح يحلها. والرب اليوم يريد يدخل أعماقك، أعماق 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 أعماقك، لكي يشفيها من الداخل، لأن أنت في عين الرب مهم جدا. أنت مهم بروحك بجسدك بنفسيتك. اليوم الرب يريد يشفيها. أمين. نشكر الرب اللي أيضا من أجل اليوم احنا واثقين إنه الرب راح يكون وسطنا. راح ننتظر طلبات الصلاة وراح ننتظر اتصالاتكم، لكن قبل هذا خلينا نرحب اليوم برجل الله اللي اليوم موجود ويانا، هو القس هاني جورجس. شرف كبير إنه يكون موجود ويانا، وإحنا واثقين إنه الروح القدس اللي موجود فيه راح يكلمنا كلمة ممسوحة باسم يسوع، راح تكون كلمة ممسوحة بالزيت، لأن دائما الروح القدس يقول هو الزيت، وهذا الزيت هو للشفاء، هذا الزيت هو زيت المسحة باسم يسوع. وإحنا واثقين أنه الرب اللي موجود في وسطنا اليوم راح يكلمنا وراح يغرس كلمته في الأرض الجيدة لكي تأتي بثلاثون وستون ومئة. أمين قسيس حبيبي. أمين. بشكرك. سلام المسيح معك. وقت اللي أنا أقضي معاك أنا فرحان جدا أكون معاك في البرنامج، وحابب أشكر الرب من أجل كل واحد وواحدة بيسمعونا في البرنامج. الرب يبارككم من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. امين. امين قسيس حبيبي. ممكن تصلي لنا قبل ما نبتدي حلقتنا بنعمة الرب؟ امين. يا رب بنباركك بنعظمك لانك اله صالح. امين. نعظمك اله عظيم، انت رب قادر على كل شيء ولا يعثر عليه امر يا سيد. يا رب احنا بنعلن يا رب سلطانك على هذه الحلقه، سلطانك على الوقت اللي جاي. بصلي يا رب من اجل كلمات ممسوحه بالروح القدس يا سيدي. بصلي يا رب من اجل لمسات شفاء بالروح القدس. يا رب احنا جايين يا رب عشان ننظر ونرى قوتك ومجدك، فاعلن يا رب مجدك في وسطنا يا سيد. حرر نفوس، اشفي نفوس يا رب في هذه الدقائق القادمة يا سيد. المس من كل تعب، ارفع يا رب من كل يأس، اكسر يا رب كل روح خوف، اطلق يا رب من كل أسر يا سيد. يا رب احنا بنعلن سلطانك، بنعلن عظمتك، بنعلن مجدك في وسطنا أيها السيد، وبنشكرك لأنك دائما يا رب تسمع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب غناك في المجد أيها السيد، في اسم يسوع. أمين يا سيد. أمين. أمين. أمين قسيس حبيبي. أمين. قسيس النهاردة موضوعنا هو قوة المسحة. كثير ما نسمع عن المسحة، وكثير ما نسمع أنه المسحة هي يرمز للروح القدس، والروح القدس يمسح أشخاص ويمسح ناس. هل الروح القدس يمسح أشخاص معينين وناس لا؟ لو الروح القدس هو للكل، كيف أنه نستقبل قوة المسحة في حياتنا، وكيف راح نعيش قوة المسحة دائما اللي فينا تزداد أكثر؟ أمين قسيس تفضل. أمين حبيبي. يعني أنا جو يعني الأسئلة دي مهمة أوي اللي أنت سألتها. يعني لما بنشوف في العهد القديم، كان العهد القديم كان فيه فرز، كان شخص بيتفرز وكان فيه لمهمة معينة بيتمسح، سواء ده كان ملك، سواء ده كان كاهن، سواء ده كان نبي، فكان أشخاص معينين بيتمسحوا لمهمة معينة. لكن ده كان في العهد القديم. يعني كمثل بنشوف مثلا في سفر الخروج اصحاح 30 بنشوف ان ازاي اتمسح هارون وبنيه عشان يكهنوا ليه. بيتفرز لعمل معين، بيتفرز لخطه من الله معينه، وده بيكون مخصص، المسحه دي مخصصه للعمل دوت. لكن في العهد الجديد بنشوف ان احنا بقينا ملوك وكهنه لله ابينا. فأنا لما بقبل الرب يسوع بيسكن فيا الروح القدس، والروح القدس اللي هو الزيت اللي في العهد القديم
ده بيدخل فيا بيسكن، ببقى أنا هيكل الله وروح الله يسكن فيا، فأنا باخد مسحة في الخدمة. لكن المسحة دي لما هنبص في الآيات اللي جاية بنشوف إن المسحة دي محتاجة إن روح الله يمتلكني عشان المسحة دي تبتدي تعمل في حياتي. أشوف قوة المسحة دي لما أنا أمتلئ بالروح القدس. فأنا عايز أشوف شوية آيات معاكم نشوف المسحة دي وإزاي تأثيرها على الشخص. فلو رحنا مثلا في مزمور 105 بنشوف فيه إن المسحة دي هي عبارة عن حماية من الله. فجزء من المسحة دي بيبقى عبارة عن حماية من الله. فلو رحنا مع بعض المزمور 105 بيقول الكلمات ديت عدد 14 بيقول: فلم يدع إنسان يظلمهم بل وبخ ملوكا من أجلهم. هنا بنشوف حماية الله حوالين ولاده، قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. فهنا بنشوف حماية ربنا في هذه المسحة، إن في حماية خاصة للذين ممسوحين من الله. ولما نشوف في العهد الجديد هو اختارنا في المسيح وجعلنا ملوك وكهنة لله أبينا. فأنا في المسيح أنا ممسوح، معناها أن أنا محمي في المسيح. لما بنشوف داود لما كان شاول بيحاول أن هو يؤذيه، فداود دخل عليه، كان شاول في نايم، كان ممكن أن داود يخلص عليه في اللحظة ديت، وحاول واحد من رجال داود ان هو يأذي شاول. لكن بنشوف هنا ان داود قال له: لا، لا تمس مسيح الرب. طب ده بيغلط، ده بيعمل حاجات غلط. لا، ده في حماية من الله عليه، ده ما اقدرش ان انا امد يدي على مسيح الرب. فاول نقطة بنشوفها في قوة المسحة ان في حماية واضحة من الرب على الممسوحين من الله. بس في حاجة تانية، نقطة تانية، في بركة خاصة من الله. فلو رحت لمزمور 23، مزمور معروف جدا لنا كلنا، بنشوف فيه البركة ديت. مزمور 23 يقول الكلمات ديت، بيقول: مسحت بالدهن رأسي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. يعني ايه؟ يعني الكأس بتاعي مش بس بيمتلئ، لكن في فيض من البركة على حياتي. ده ايه ده؟ ده المسحة. لما تيجي المسحة على حياتي في بركة غير عادية، في فيض من البركة. عشان كده يكمل يقول ايه؟ انما خير ورحمة. يعني انا محتاج رحمة لما بقع، انا في رحمة ليا موجودة، محتاج لخير وبركة، فيض من الخير والبركة انا موجودة من خلال مسحة الله على حياتي، مسحة الروح القدس. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. الأيام. يبقى أول نقطة شفنا إيه؟ إن في حماية. تاني شفنا إن قوة المسحة دي تأتي ببركة. لكن أيضا المسحة بتأتي بقوة، بقوة وبشفاء وبتحرير وفك للقيود. عايز أقول لك إن شخص الرب يسوع كابن الإنسان اتمسح بالروح القدس. لو رحت معايا لسفر الأعمال شهد عن الكلمات ديت الرسول بطرس في سفر الأعمال إصحاح 10. سفر الأعمال إصحاح 10 وعدد 38، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس وإيه والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع متسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. يبقى المسحة هنا على شخص الرب يسوع كابن الإنسان جت بقوة، قوة للشفاء، قوة لصنع الخير، قوة لكسر قيود من إبليس، كسر كل قيد من إبليس. وإذا كان الرب يسوع كان محتاج إلى هذه المسحة كابن الإنسان، أنا وإنت
كم نحتاج إلى مسحة الروح القدس على حياتنا. ما أقدرش إن أنا أعيش الحياة المسيحية من غير مسحة الروح القدس إنها تأتي على حياتي، من غير ما إن أنا أدي المجال للروح القدس إن هو يمتلكني بالكامل. لما كانوا بيسكب الزيت في العهد القديم ما كانش بس بينسكب على الرأس، لكن يقول كان بينزل للحية وكان بينزل على الملابس بتاعتهم، كان بيملك عليه هذا الزيت بالكامل. فكم كم وكم احنا محتاجين لمسحة الروح القدس. امين. قسيس بس عندي سؤال، سوري انا قاطعتك، بس عندي سؤال. يعني اكيد الناس دلوقتي بتسأل بتقول انا عايش عكس ده، انا يوم من الايام انا قبلت الرب، يوم من الايام انا كنت في البداية فرحان وبعدين ابتعدت والمشاكل ابعدتني، لكن انا عايز، انا عطشان انه الزيت ده يملاني، انا عطشان انه السكيب الروح القدس ياتي زي ما كان بقال من على هارون، من على راسي الى طرف الثياب الى الكل، اذا الكل يغمس بالزيت. كيف انه انا دلوقتي انا او كل واحد بيسمعنا هو بيسال السؤال ده، انا عطشان انا عايز ده، ازاي انا امتلئ من قوه المسحه واخلي دائما الزيت الجديد في حياتي؟ هاليلويا. بص انا وانت بتتكلم افتكرت الايه في سفر الرؤيا لما كان بيكلم كنيسه افسس، فبيقول له عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى. وقال له ايه جميله قوي، قال له اذكر من اين سقطت. كويس، فاول حته انا فين فطرت، حته الفطور دي بدت منين يا رب؟ انا الشيء ده اللي بدا عندي الفطور، انا محتاج ان انا اترك هذا الشيء من حياتي. وبعد كده قال له ايه توب، الخطوه اللي جايه ان انا بتوب على فتره الفطور اللي في حياتي ده. بس قال له اعمل حاجه جميله قوي في نفس الايه، قال له ارجع ابتدي اعمل الاشياء اللي كنت بتعملها الاول اللي كانت بتجيب هذه القوه لحياتك. يعني يمكن انت تركت القعده مع الرب، ابتدي ارجع اقعد مع الرب، تركت فترات التسبيح قدام الله، انا محتاج ارجع اسبح الله، انا محتاج المسحه يبقى انا محتاج اقعد قدام ربنا، وانا محتاج ان اكون في محضره اكتر، ارجع ابتدي ارجع الخطوات اللي انا كنت بعملها زمان ونسيتها ارجع اعملها من جديد، يبتدي روح القدس يملأني من جديد، يبتدي الروح القدس يغمرني من جديد، يسكب على ده اللي انا محتاج اعمله. لو انا الدنيا خدتني والمشاغل خدتني، انا محتاج اخد الخطوات ديت، انا محتاج الاول افتكر انا سقطت منين، ومحتاج تاني خطوه ان انا اتوب، وبعد كده ابتدي اعمل الخطوات اللي كنت بعملها زمان لما كنت ممتلئ بالروح، لما كان عندي فرح. انا افتكر لما غيرت حياتي افتكر الوقت اللي الفرح فيه كان غير عادي. متهيألي لو ان انت هتشارك هتشارك بنفس الشيء طبعا. يعني في قوه وفي فرح وفي مجد، انا محتاج افتكر الكلام ده واقول ايه اللي كان مخليني في المجد دوت. انا كنت بحب القعده مع الرب، كنت بستمتع بالوقت معاه، كنت بسبحه، كنت باخد اوقات ممتعه معاه، انا محتاج ارجع اعمل الامور ديت. امين. طب قسيس في ناس بتسال بتقول لك انه الروح القدس ده يعني مش كل، يعني المسحه دي مش للكل، يعني انا مؤمن، انا نشكر ربنا انا كويس، انا بروح للكنيسه، انا يعني بس يعني يا ريت يا لو ربنا يسمع صوتي اصلا، انا يعني مش طالب يعني دي القوه دي مش لي، انا حالتي اصلا انا بس عايز يسمعني، هو اصلا مش بيسمعني. وبدا ابتدينا انه الكنيسه، يعني الكنيسه بشكل عام يعني مش مسمى كنيسه كمبنى، لكن كاولاد الرب شعب الرب ابتعدنا كثيرا عن الروح القدس، يعني بالرغم انه يعني الروح القدس الرب ارسله انه خير لكم ان انطلق وارسل لكم المعزي هو الروح القدس، وابتدانا انه يعني لا مش بنتكلم عليه كثير قوي، يعني مش بنتكلم عن الروح القدس، مش بنتكلم عن القوه، لا انه المهم هو يعزيني هو يفرحني ممكن شويه وخلاص، لا بس هو بيقول ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم. احنا نسينا القوه دي، القوه دي هي اللي بتخلينا يعني ايه، يمكن احنا اكتفينا، يعني اكتفينا باللي عندنا وخلاص، يعني انه المهم انا الحاله اللي انا فيها انا راضي فيها، المهم انا ابقى مرتاح. بس هو مش بيتكلم على الراحه، ممكن انا في الراحه لكن مش في مشيئه الله، ممكن انا في دوائر الراحه لكن هي غير دائره الله.
لكن أنا هو بيتكلم عن القوة، أنه أنتقل من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة، هذا هو ميراثي في الرب. فكيف أنه نعم. أنا اليوم بتكلم، إحنا مؤمنين ممكن جدد، ممكن مؤمنين صاروا سنين أو تعودوا خلاص الروح القدس ده يعني نتكلم عليه شوية بعدين راح نتكلم أنه يلا إمتى الرب يجي يأخذنا ونروح يعني للسماء. تفهم اللي أنا الأسئلة الناس اللي بتسألها؟ أكيد أكيد. أول حاجة إن الروح القدس ده شخص، ساعات كتير احنا بنحس إن الروح القدس ده قوة، لكن هو شخص. أنا ممكن شخص ده بيحزن، الشخص ده بيحزن، الكتاب بيتكلم على كده، يعني إن أنا ممكن أحزن روح الله. يعني إيه؟ عمر ما حد يحزن إلا لو كان حد بيحب، لإلا إزاي هيحزن؟ فده دليل إن هو شخص أنا بقدر أتعامل معاه، بقدر أتكلم معاه. وبعد كده مجاوبة على سؤالك، أنا حابب إن أنا أخد كل واحد بيسمعني لسفر الأعمال، أنت جبت كده آية من الآيات، سفر الأعمال إصحاح واحد، لما بيتكلم هنا على إزاي إن التلاميذ قضوا مع شخص الرب يسوع 3 سنين ونص، بيتكلموا، بيمشوا معاه، بيشوفوا أعماله، بيشوفوا معجزاته، خدوا معلومات. متهيألي أي واحد بيدرس لاهوت عمره ما هياخد معلومات زي اللي خدوها التلاميذ. متهيألي يعني دول قضوا 3 سنين ونص مع شخص الرب. من السورس يعني من المصدر، من السورس هو. بالظبط كده هو. لكن الرب يسوع قبل ما يصعد يقول لهم آية غريبة قوي يعني، وبيقول هنا في أعمال واحد، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. يعني ما تروحوش في حتة، ما تبشروش، ما تاخدوش الرسالة العظمى، اذهبوا إلى العام أجمع وكرزوا بالإنجيل، لا، ما تسيبوش المكان دوت لغاية لما تنالوا قوة. طب أنا ما تقعد تفكر فيها، طب ما هم عندهم المعلومات وعندهم كل اللي ممكن، زي ما اتفقنا يعني مدرسة لاهوت في اضربها في 200. طب ليه؟ إن هو عارف إن من غير مسحة الروح القدس وقوة الروح القدس مش هيقدروا يعملوا حاجة، مش هيقدروا يخدموا، مش هيقدروا يعملوا أي شيء من اللي هو طلب إن هو يعملهم. فقال لهم ما تعملوش أي حاجة خالص، تفضلوا مستنيين هنا لغاية لما تاخدوا قوة من الروح القدس من الأعالي. وأنا عايز أقول خلينا نبص كده بسرعة إيه الفرق اللي حصل في التلاميذ ما بين قبل وبعد هذا الامتلاء بالروح القدس، عشان نعرف أهمية هذا المسحة من الروح القدس، هذه المسحة وهذا الامتلاء من الروح القدس. فمثلا لو شفنا حالة التلاميذ قبل يوم 50 وقبل الصلب، وقت الصلب حصل ايه؟ بطرس انكر قدام جارية، قال لهم انا صدقوني ما اعرفوش، وقعد يصيح يقول لهم انا ما اعرفوش، ما اعرفش مين دوت. بعد كده التلاميذ دخلوا، يقول لك قفلوا الابواب كانت مغلقه. ليه؟ للخوف من اليهود، خايفين ايه اللي ممكن يحصل لهم، خايفين. واحنا ساعات كتيره بنأيدنا روح خوف، ساعات كتيرة بأيدنا قيود اسمها روح الخوف، إبليس بأيدنا بروح خوف. أنا محتاج لروح القوة، الروح القدس إنه يحررني من الخوف. لكن عايزك تشوف التلاميذ بعد يوم 50 إيه اللي حصل فيهم. فنشوف مثلا في أعمال 2 امتلأ بطرس، نفس بطرس اللي أنكر، مفيش من كام يوم يعني، مش بنتكلم من سنين، ده أنكر من كام يوم، لكن دلوقتي امتلأ بالروح القدس، مسحة وقوة الروح القدس جت على حياته. فيقول هنا فوقف بطرس في عدد 14 من إصحاح 2 مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم. إيه ده؟ ده واقف اليهود اللي كان قاعد في الأوضة ومغلق الأبواب على نفسه خايف منهم، ده هو واقف قدامهم دلوقتي بيكلمهم. مش بس كده، يقول لهم إيه؟ عدد 32 يقول لهم هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسهم صلبتموه وقتلتموه. ده إيه الجسارة دي؟ ده إيه القوة ديت؟ ده بطرس اللي كان خايف؟ ده التلاميذ اللي كانوا خايفين ومقفول عليهم؟ هم هو اللي اختلف إن في قوة الروح القدس امتلكت على حياتهم. لما قوة الروح
قدس امتلكت على حياتهم كل روح خوف ذهب من حياتهم في غزارة. مش بس كده، لما الكتاب بيقول لما سمعوا الكلمة نخسوا في ايه؟ بقلوبهم. يبقى الكلمة صار ليها سلطان، صار ليها قوة، في مسحة كانت في الكلمة غير قبل كده. فبنشوف هنا حصل تغيير في التلاميذ بسبب ايه؟ بسبب الروح القدس، بسبب ملء وامتلاك الروح القدس على التلاميذ. لكن اقول لك نقطة تانية حصلت. الرب يسوع في انجيل يوحنا يقول لهم انا عارف وانا بقول لكم عن الصليب ده ان الحزن ملاكم. ملا. وانا عايز اقول ان انا يمكن ناس من اللي بتسمعني في روح حزن ملياهم. التلاميذ كانوا مملوئين بالحزن، لكن جه يوم الخمسين وجه وقت اضطهاد. وعايزك تاخد بالك معايا هنا في سفر الاعمال 13 الكتاب المقدس بيقول ايه عن التلاميذ. سفر الاعمال اصحاح 13 بيتكلم في اخر الاصحاح بيقول واثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا. يبقى ده هم ايه بقى؟ مش في اضطهاد، مش في قعده راحه، ده في اضطهاد. واخرجوهم من تخومهم، اما هما فنفضوا غبار ارجلهما واتوا الى ايقونيه. خد بالك من الكلمات اللي جايه. واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من ايه؟ من الفرح والروح القدس. امين. لما امتلئ من الروح القدس يملأني ايه؟ فرح. فرح في دهنه من الفرح تاتي على حياتي. المسيح في امين بيتنبأ عنده في رساله في العبرانيين بيتكلم على دهنه فرح عوضا عن الروح اليائسه في اشعياء 61. يمكن انا أمين. محتاج الى دهنه فرح النهارده عوضا عن أمين. الروح اليائسه. فأقصفة بنشوف هنا ازاي ان التلاميذ في تغيير في حياتهم بسبب ان هو الروح القدس امتلك على حياتهم. بنشوف نقطه تانية بسرعه، ان في الصلاه يمكن احنا بنضحك على التلاميذ لما خدهم الرب يسوع، خد بطرس ويعقوب ويوحنا على الجبل وقال لهم اسهروا معي هذه الليله، صلوا معايا. عملوا ايه؟ ناموا. نعم. راح صحاهم ناموا تاني. فواضح ان هم ايه؟ ما لهمش في موضوع الصلاه دوت. يعني الرب يسوع كان بيطلع الجبل يصلي، هم بيعملوا اللي هم عايزينه. لكن نشوف بعد كده يقول لك وكانوا يواظبون على ايه؟ بالظبط ايه اللي حصل؟ بقت الصلاه بالروح القدس اختلفت. الصله بتاعتي ما بين الله، بيني ما بين الله اختلفت. في رساله روميا بيتكلم ان هو في انات لا ينطق بها. ده ايه؟ ده عمل الروح القدس بيصلي فيا. فيبقى انا أمين. لما الروح القدس امتلك التلاميذ حياتهم اختلفت في الصلاه. مش بس حياتهم اختلفت في الصلاة كمان، ده حياتهم اختلفت حتى في كلمة الله. يعني لما نشوف في الأناجيل، طلع لي مرة في الأناجيل واحد من التلاميذ اتكلم على آية من العهد القديم، ما نلاقيش. دايما المسيح اللي كان بيقول ايه؟ كما هو مكتوب. لكن ما بنشوفش بطرس يقول ايه؟ كما هو مكتوب، ولا يوحنا يقول كما هو مكتوب. لكن نشوف بقى سفر الأعمال ايه اللي حصل؟ كلمة الله اتفتحت، افاق في الكلمة اتفتحت. بقي بطرس بيقول على ايات هو ما كانش اصلا فاهم ان المسيح كان لازم يتصلب قبل كده، دلوقتي بقي فاهم ليه اتصلب وعشان ايه. ايه اللي حصل؟ لما تمتلئ من روح الله يبتدي الكلمة تتفتح قدامك، تلاقي ان انت الاية اللي انت ما كنتش فاهمها قبل كده، ايه ده؟ ده انا في اعماق فيها انا عمري ما شفتها قبل كده، ده في اعماق انا عمري ما دخلت فيها قبل كده. وعايز اقول النقطه دي مهمه قوي، لان كل لما هشبع بكلمه الله كل لما هتغير. معلش اقول الايه بسرعه كده، انا عارف ان انا اخذت وقت طويل اخصفه. لا 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 بالعكس بالعكس، كمل كمل حبيبي. لو رحنا لرساله يوحنا، رساله يوحنا الاولى واصحاح 2 بيقول آية جميلة قوي، بيتكلم هنا على روح الضلال، إن في روح ضلال. في، وعلى فكرة الشخص اللي ما يعرفش كلمة ربنا هينقاد بكل روح تعليم.
لو انا ما بقعدش قدام كلمه ربنا كل يوم واتغذى وامتلئ من كلمه ربنا هنقاد بكل روح، كل واحد هيقول لي حاجه هفتكر ان هي صح. لكن هنا ناخد بالنا من الكلمات ديت في رساله يوحنا الاولى اصحاح 2 عدد 20 بيقول: واما انتم فلكم مسحه من القدوس وتعلمون كل شيء. الله، يبقى المسحه دي بتعلمني. المسحه دي بتفتح قدامي كلمه الله. لو نبص في عدد 27 في نفس الاصحاح: واما انتم فالمسحه الذي اخذتموها منه ثابته فيكم. ثابته، يبقى في ثبات. وانا هقول ايه عن الثبات بعد دقيقه كده. ثابته فيكم ولا حاجه بكم الى ان يعلمكم احد. هو هنا بيتكلم ايه؟ ان هنا مش محتاجين ناس تعلمنا، يعني مش محتاجين ناس يرشدونا في الكلمه، لا. هو هنا بيتكلم ان انا هفهم الفرق بين الضلال وبين الحق، هيبقى عندي تمييز. ليه؟ لان عندي الروح القدس، لان ما عنديش حاجه، لا حاجه لا بكم الى ان يعلمكم احد، بل كل ما تعلمكم هذه المسحه عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا. يبقى بنشوف مع التلاميذ، بنشوف التغيير اللي عمله لما امتلك عليهم روح الله، بنشوف أهمية إن أنا أعرف شخص الروح القدس، أمتلئ ويمتلكني شخص الروح القدس. بس عايز أقول حتة مهمة قوي، إن المسحة دي ليا أنا للثبات. فلو رحنا مع بعض لرسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 1، بيقول آية جميلة قوي، رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 1 عدد 21: ولكن الذي يثبتنا معكم فين؟ في المسيح، وقد مسحنا هو الله. الله، احنا ليا مسحة بتعمل ايه بقى؟ بتثبتني. الذي ختمنا ايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا. يبقى هنا المسحه دي بتعمل ايه بقى في حياتي؟ بتدي ثبات. تقول لي ثبات في ايه بقى؟ اقول لك ثبات في النعمه، النعمه التي نحن فيها مقيمون. يبقى عندي ثبات في نعمه الله. يجي ابليس يشككني في نعمه الله، يقول لي بص، هو انت تفتكر يعني ان الله ممكن يغفر لك؟ عايز يشككني في نعمة الله لو أنا بعدت عنه. لا، مسحة الروح القدس دي تديني إيه؟ تديني ثبات في نعمته. أيضا تديني ثبات في إيه بقى؟ في طاعته. أنا يبقى عندي ثبات في الطاعة بتاعتي، إن أنا زي أرميا: جعلت وجهك كالصوان. يعني أنا ماشي بطيع الرب. ليه؟ في قوة في الداخل، قوة الروح القدس بتساعدني على إن أنا أطيع وصايا الرب. وايضا هذه المسحه بتديني ثبات في العلاقه مع شخص الرب يسوع، لان روح الله ياتي عشان يمجد مين؟ يمجد يسوع. فالمسحه دي بتديني ثبات في علاقتي مع شخص الرب يسوع. امين. طب قسيس، انت بتتكلم، يعني خطر لي سؤال وناس كثير بتساله. المشكله زي ما قلت في روح ضلال كثير، خاصه الايام الأخيرة راح يكون روح ضد المسيح كثير، وراح يكون في أنبياء كذبة، وراح يكون، ويمكن أنت شايف يعني في ناس كثير دلوقتي بتشكك بالكتاب المقدس، وبالرغم أنهم ممكن يعلمون في الكتاب المقدس لكن هم أنبياء كذبة، لأن روح ضلال، روح ضلال، روح ضد المسيح. فبيقول لك، ممكن يقول لك الروح القدس ده، يعني أنا مرة قلتها، يعني هو مش زي الهوتيل اللي هو مثلا 3 ستار 4 ستار 5 ستار. نو نو نو، احنا سقينا الروح الواحد، صحيح؟ نعم نعم صح. يعني نفس اللي كان عند بولس وبطرس هو عندي. نعم نعم صح صح. هو امس واليوم والى الابد، هو الى الابد. امين. انا قصدي نفس القوه اللي هم اخذوها انا اخذها. يعني ممكن احنا لو نشل لبعيد، احنا ننشن للاخر، نجيب اخر حاجه عند الرب، واخر حاجه عند الرب مش يعني مش حنوصلها، لان الرب كبير قوي،
بس احنا رب يشوف اسواق قلبنا. احنا شفنا انه ظل بطرس اللي انت قلت عليه هو كان شك وهو نكر المسيح قدام جارية. على فكرة الجارية لو حتى كان اخذ بشهادتها شهادتها غير مقبولة لان هي جارية، فيعني لو حتى هي راحت والمحكمة مش هيسمعوا منها لان هي كانت جارية، فهي عبدة يعتبر كأنه عبد، فالعبد لا يسمع شهادته. لكن هو نكر المسيح قدام أصغر 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 حاجة. ونفس الشخص ده اللي حصل التغيير اللي في حياته عندما امتلأ من الروح القدس، بالرغم أنه هو تلميذ، بالرغم أنه كان مع المسيح، بالرغم أنه كان أنه هو بيشفي، هو كان أنه يعني هو الجريء أي حاجة، أنا يا رب أول واحد، أول واحد كان بيقول أنا ويسوع على هذه ابن كنيستي، كان هو حساس لصوت الله، حتى من قال له ليس انسان على لك لكن روح الله اللي اعلن لك انه انت المسيح هو ابن الله الحي. انا اللي عايز اقوله اللي حصل بعد بطرس ظله كان يشفي صح؟ نعم بعد ما امتلأ من الروح القدس. احنا النهارده عايزين لو ده حصل احنا عايزين ده يحصل. أقول لك على شهوة قلبي، أنا نفسي ده يحصل. أنا نفسي أن حضور الله عندما يمتلكني، عندما نفوت بمكان أرواح الشر تحرق باسم يسوع من غير ما نتكلم أصلا، تخرج يحصل شفاءات، لأن روح الله اللي فينا أعظم وأقوى. لكن مشكلتنا شعبنا الشرقي صغر النفس، صغر النفس انه ممكن انا يقول لك لا انا مش دليل، لا هو دليل الكل. احنا سقينا الروح الواحد. اذا قسيس النهارده انت يعني انت اشعلت رغبه جواي، يعني انت في الله اللي من خلالك يتكلم، ده شهوه قلبي انه امم وشعوب تختبر مجد الله، تختبر حضور الله، تختبر كل الملأ. في رساله افسس بيقول الى كل ملء الله، كل ملء الله هو لي وليك ولكل واحد. لكن مشكلتنا احنا رضينا وبقينا في دائرة اسمها انا، ضعفي، احتياجي، مرضي، شغلي، انحصرت بنفسي. المفروض انا انحصر بمحبة المسيح. بولس قال محبة المسيح تحصرنا. فاجا الوقت انه عيني ترفع ايدي وقلبي اقول له املأني، اسكب علي. هو شهوة قلبه انه يسكب علي. شهوة قلبه. قسيس احنا عايزين تكلمنا ازاي نمتلئ، وعملية الملء المستمرة في حياتنا من الروح القدس. حتى لو انا مؤمن، اوكي هلا وضح، حتى لو انا مؤمن، حتى لو انا اخدم ابو، على فكرة هو كان بيخدم بطرس والتلاميذ كانوا بيخدموا كلهم مع المسيح، حتى لو انا بخدم، حتى لو انا خادم، حتى لكن بنتكلم على حاجة حصلت اختلفت، ولادة أمر. بيقول لك في تفسير من التفاسير بيقول لك عندما هبوب ريح، يعني الريح دي عبارة عن ولدة أمر جديد، اختبار جديد اللي هو قوة الروح القدس. فاحنا عايزين ده يحصل لينا. أمير قسيس فضل. يعني بص أنا اشتهاء قلبي زي اشتهاء قلبك، وافتكر من كلامك يعني الابن الكبير في قصة الابن الضال في الإنجيل لوقا أصحاح 15، لما جه لأبوه وقال له أنا يعني أنت ما ديتنيش حتى جدي أفرح بيه مع إيه؟ مع أصدقائي. يعني هو مشغول بالأصدقاء بتوعه. رد عليه أبوه بكلمات جميلة جدا وقوية جدا، قال له يا ابني كل ما هو لي فهو لك. يعني إيه؟ يعني المشكلة مش عند أنا، المشكلة عندك أنت. أنت ما بتطلبش، انت ما بتخشش عند ابوك وتطلب منه ان هو يملأك. افتكر في انجيل لوقا يمكن اصحاح 11 على ما افتكر، لما كان بيتكلم عن الروح القدس، فشخص الرب يسوع قال كم واحد بيجي ابن لابوه يقول له اديني سمكه يديله حيه، فقال لهم وانا كاب صالح ازاي ما بديش للروح القدس للذين يسالوني. فساعات كتيره انا بسبب صغر نفسي أنا ما بجيش أطلب، أنا ما بجيش أقول له أنا محتاجك يا روح الله أنت ملأني، أنا مش شبعان بأي حاجة عندي. ساعات كتيرة كمان إحنا بنشبع بأمور عالمية كتير، عارف زي اللي بيقعد إيه يبص في كل حتة، يعني عارف عايز دوت وعايز دوت وعايز دوت.
لكن الرب يسوع عايز ناس مهدفة، هدف واحد، هدف واحد. يا رب أنا عايش عشان أشوف مجدك في حياتي، أنا عايش أشوف قوتك في حياتي، مش بجد ديستراكتد بحاجات كتيرة. لكن هو قال تعال أطلب، تعال خش أدخل إلى قدس الأقداس، أنت ليك أحقية، أنت ليك فريدم إن أنت تخش وتطلب مني. ساعات كتيرة دي بتبقى المشكلة، إن أنا عندي زي ما أنت قلت صغر نفس، وحاسس إن أنا كنت خاطي، وأنا طب أنت اتغسلت بدم المسيح. لو أنت اتغسلت بدم المسيح دي معناه إن خطاياك اتغفرت. إبليس دايما يمكن عايز يفكرك بالخطايا دي، يقولك بص ما أنت مش أخطيت من شهرين، مش أخطيت من شهر، تفتكر إن الله غفر لك؟ لو أنت جيت وتبت حقيقي قدام الله خطاياك اتغفرت. أنت محتاج إن أنت بقى تطلب من الله كابن، تقول له تعالى بقى أنا عايز قوة منك أيها السيد، أنا عايزك يا شخص الروح القدس تملأني. فدي بتبقى نقطة ليها علاقة بصغر النفس، وليها علاقة بأكاذيب من إبليس بيحاول يحطها في أذهاننا. بس في نقطة تانية، لو أخد دقيقة تانية، حابب إن أنا في إنجيل يوحنا أصحاح 14 بيتكلم هنا عن الروح القدس، وبيقول إيه؟ وبيقول يعطي، بحاول ألاقي الآية، إن هو يعطي الروح القدس للذين يطيعونه. عدد يعني بحاول أوصل للآية دلوقتي، بس هو بيتكلم هنا إن هو يعطي الروح القدس للذين مين يطيعونه. فأنا محتاج إن أنا يبقى عندي روح طاعة، يعني أنا محتاج إن أنا أطيع الرب في حياتي. لو أنا عندي إن أنا ما بطيعش الرب، هاجي وأطلب إن الروح القدس يملاني، الرب هيقول لي إيه؟ هل مستعد إن أنت تطيع؟ هل مستعد إن أنت تطيع وصاياي؟ هل مستعد إن أنت تسجد عند قدمي؟ يبقى في ارتباط بين الطاعة وبين الملء بالروح القدس، لأن أنا بطلب من الله أن يملأني، يعني يعني يملك على حياتي. لكن أنا من الناحية التانية بقول له إيه؟ لا أنا مش هطيع وصاياك اللي أنت بتقول لي عليه. طب إزاي؟ إزاي أنا طالب إن هو يملك على حياتي، لكن في نفس الوقت بقول له إيه؟ أنا مش هطيع وصاياك. لكن هو يعطي الروح القدس للذين يطيعونه. أمين. أمين قسيس. افتكرت آية بيقول الزقاق الجديد، لو حطينا خمرة جديدة في زقاق قديم ف الزقاق القديم ينشق، فالرب لا يسكب، بس راح يسكب وراح يروح، عشان نعم. انا بعيد، انا زي ما انا، فلو حتى هو سكب فهو الزقاق القديم راح طق طق او طب وترجع ونرجع نفس الحليمه والعادات القديمه، نفس الامور اللي كنت معاني منها وبصارع فيها هي ترجع. لكن لازم انه اكون انا الزقاق الجديد اللي الرب يريد يسكب خمره جديده. صدقوني يا شعب الرب، الرب يريد يسكب خمرة جديدة على قلبك، على بيتك، على حياتك. يريد يسكب. الرب دائما عنده أمور جديدة. الرب يحول دائما، يحول الأمور الطبيعية إلى غير طبيعية. حول الماء إلى خمر، قال خمر هو يشبه بالفرح. اليوم الرب يريد يسكب فرح على قلبك، يريد يسكب انتصار. تعرفون احنا ليس منتصرين فقط، لكن احنا أعظم المنتصرين في المسيح يسوع. أبدا أبدا، اللي فيك أعظم، اللي فيك أقوى، اللي فيك عدو الخير من يجي يشوفك لو أنت ملآن في المسيح. يرهب من عندك، مو من عندك أنت، من سبب اللي موجود فيك. إجا وقت تدرك أنت منه في المسيح يسوع، إجا وقت تدرك أنه كل ما عند أبوك هو لألك. أبوك اسمه أبو المجد، بحسب غنى مجده، أبو المجد. إذن أبوك عند رصيد اسمه مجد، وهذا المجد قد ما راح تأخذ من عنده عمرك ما راح تشبع، صدقني. ولا قد ما راح تسحب في قلب الله لألك، عمر في قلب الله راح يخلص ابدا. لو اشقد ما انت اخذت، اشقد ما انت اخذت في قلب الله، مستحيل راح يخلص ابدا. لا تصدق ابليس، ابليس كذاب وابو كل كذاب. الله هو الصادق، الله اتى، الله حط ثقته فيه. كان الحضور الالهي بتابوت العهد، لكن في العهد الجديد احنا صرنا حاملي الحضور الالهي. اتصور حط وثق انه هو يسكن فيك، لكن هل أنت تثق فيه؟ هي هذا السؤال المهم. هل أنت اليوم تثق فيه وتقول له يا رب أنا أكون فعلا
الزقاق الجديد اللي تسكب فيه الخمرة الجديدة. اليوم الروح القدس يريد يسكب ويملأ كل 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 ثغرة في حياتك باسم يسوع، تعلنها ملك للرب وقدس. أنا على نتها دائما أعلنها، أقول له يا رب أنا قدس للرب، أنا قدس للرب. أنا اليوم الرب في زكريا 3 يقول أخلعوا عنه الثياب القديمة، أخلعوا عنه الثياب ولبسوا شنو؟ ثياب جديدة باسم يسوع. في زكريا 3 يقول وعمامة، عمامة مكتوب عليها قدس للرب. اليوم الرب يريد يخلع كل ثياب وسخة وقذرة فينا، حتى إن كانت أي خطيئة، ضعف، خوف، أي شيء، يلبسك الثياب الملوكية لأن أنت ملك وكان. صدقني هذا مو مجرد كلام ولا مجرد تعبية وقت، لكن اليوم الرب بالروح القدس يريد يخترق فيه مفارق نفسك. اليوم الرب يريد يشفي أعماق نفسك ويقول لك أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أمين قسيس. قسيس لكن بس احنا أخذنا، لأن الصراحة مفروض، بس أنا مستمتع لأن الموضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا. مو مشكلة، راح نكمل. تليفونات مفتوحة، رجاء نحط، ممكن نضع تليفونات على الشاشة، تليفونات مفتوحة لأي واحد يحب يتصل نصلي معاه ويستقبل ويمتلئ من روح القدس. إن كنت أنت مريض، إن كنت أنت مقيد، كان عندك سحر، عيافة، عرافة، أي أمر، الروح القدس اليوم قادر يحررك باسم يسوع ويطلقك حرا لأنك أنت ابن لله. أمين. تليفونات مفتوحة باسم يسوع لكل واحد يحب يتصل. أمين. بعد شوية رح ناخد طلبات صلاة، لكن قسيس ممكن في دقيقتين تتكلمنا أمور عملية، كيف أمتلئ من روح الله بعملية مستمرة يوميا. والمشكلة ممكن أنا أتشجع دلوقتي، أتشجع وأدخل غرفتي وأمتلئ، لكن يوم بعد يوم، يوم يخلص الخزين اللي عندي وأرجع نفس الشيء، مصارعات وأرجع يعني دوائر، مثل ما الرب قال لهم يعني ما تلفوش حول الجبل، أصعدوا أمتلكوا الأرض. مرات كثير إحنا ندور حوالين نفسنا. فقسيس ممكن في دقيقتين تقول لنا عملية مستمرة يومية كيف أنه أمتلئ من الروح القدس؟ عشان تمتلئ من الروح القدس لازم أقعد مع الروح القدس، مش هقدر أمتلئ من غير ما أقعد معاه. فده شيء بديهي. يعني أنا لو أنا قعدتي مع ربنا بقضي معاه 5 دقائق في اليوم، وأنا كده مشغول في العربية ومشغول بحاجات كتيرة، برفع 2 صلاة، ده كده هيبقى عندي مشكلة في الموضوع، اللي أنا ما بقعدش معاه. فأنا فعلا لو عايز أمتلئ من الروح القدس أنا محتاج أن أنا أقعد مع الروح القدس وأطلب من الروح القدس يملأني. في رسالة أفسس 5 بيقول إيه؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل إيه؟ بل امتلأوا بروح. يعني دي حاجة مستمرة. كل لما هقعد مع الروح القدس، كل لما هقعد أقول يا روح الله أنا محتاج لملء جديد النهاردة. ملء امبارح ما ينفعش، مسحة امبارح ما تنفعش، أنا النهاردة محتاج لمسحة جديدة، أنا محتاج للمسة جديدة من الروح القدس كل يوم. فكل لما أنا هقضي وقت معاه، كل لما هو هيملاني بقوة. وعلى فكرة في رسالة غلطة يقول بسرعة، يقول لك إن في حرب بتحصل جواه، الروح بيشتهي ضد مين؟ الجسد. لكن كل لما أنا أأكل، سمعت الـ 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 الأمر دوت، يقول لو أنت عندك شخصين يعني زي كلبين، لو فرضنا لهذا الأمر، الكلب اللي هيبقى قوي هو اللي هياكل أكتر. أنا ساعات بأكل الجسد بتاعي أكتر، يعني إيه؟ يعني بشبع الجسد وبديله احتياجاته، لكن أنا محتاج أشبع مين بقى أكتر؟ روح الله جوايا. الروح، كل لما الروح الله جوايا تفيد، كل لما أنا هقدر أنتصر على كل مشتهيات الجسد. فأنا يبقى أنا محتاج أن أنا أطلب وأقضي وقت قدام وعند قدمي كل يوم. أمين. إذن هي علاقة، هي ليست معرفة فقط، هي علاقة. الله يدعونا إلى علاقة وليس معرفة معلومات، أنه أنا أدخل لغرفتي على مود أن أمتلئ معلومات، لا، المعرفة تنفق، لكن العلاقة هي اللي تغير. أنا مدعو إلى علاقة، فالله اليوم يدعونا إلى علاقة، علاقة حية، علاقة مع أبوك السماوي من خلال الكتاب المقدس. صدقني الكتاب هذا سوري هو إعلان عن كلمة الله، هو إعلان عن الله نفسه. فأنت من تقعد مع الكتاب المقدس ده تقعد مع شخص الله وليس مع حبر على ورق. أمين. قسيس معانا اتصال، بعدين ناخذ طلبات صلاة.
الو قوة الملكوت سلام المسيح تفضلوا. الو الو سلام المسيح. الو سلام المسيح معكم. سلام المسيح اختي المباركة. انا ارتحت الاخ صفاء. اخ صفاء ويا تفضلي اختي المباركة. اه اهلا سلام المسيح معكم. شكرا على هاي برامجكم الحلوة كلش دا تسلينا وكلش دا تنطينا صبر. بس اريد منكم اخ صفاء بصلي لي ابن اختي مريض هواي مريض بالكلى عنده ثلاثة سنين مو زين وهو شاب صغير يخدم بالكنيسة هو كاليفورنيا اسمه أسامة. أسامة أسامة نعم أسامة اوكي اسمه أسامة امين خليك ويانا خليك ويانا نصلي له امين ايه ايه طبعا ايه نعم طبعا امين امين قسيس ممكن نتحد ونصلي امين امين نعم امين 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 يا رب يسوع يا رب انا اضع أسامة الان بين ايدك انا اصلي الان باسم يسوع جمرات من النار الروح القدس يا رب كل كلا يا رب مشكلة فيها الآن تعمل باسم يسوع احنا نأمر هاي الكلا الآن تخضع لاسم يسوع لأن اسم يسوع احنا خلقنا في اسم يسوع احنا كل ركبة تسجد من ما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ليسوع المسيح واحنا نصلي الآن شفاء كامل شفاء كامل عمل كامل للكلية باسم يسوع صلي الآن الآن لمتات من نار الروح القدس لشفاء هاي الكلية الكليتين تعمل بشكل طبيعي لا داعي للزرع ولا داعي للغسل لأن الرب لمس هاي الكلى باسم يسوع آمين 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 أختي المباركة صدق أن الرب صنع سمع وصنع آمين آمين وطمنينا طمنينا احنا راح نكمل باسم يسوع نصلي لكن انا اريدك بعد ما تقفل التليفون اتصلي باسامه وتسالي عنه امين امين شكرا الله يديمكم شكرا امين يسوع يبارك حياتك اختي المباركه امين قسيس معانا طلبات صلاه امين قسيس ممكن تصلينا من اجل بنت الرب عندها مشكلة في عينيها وعندنا من أجل أيضا بنت الرب عايزة تأخذ البركة أمين فعندنا أول حاجة بنت الرب عندها مشكلة في عينيها وبنت الرب واحدة ثانية يعني من أجل البركة أمين قسيس يسوع يا رب احنا بنيجي قدامك دلوقتي يا رب في اسم الرب يسوع بنرفع بنتك يا رب الآن صلي يا رب من أجل لمسة للعين في اسم الرب يسوع بنصلي يا رب ان كل امر في العين يرجع كما خلقته ايها السيد لمسه شفاء الان كل يا رب مرض بنامر يا رب كل مرض ان يذهب الان يا رب باسم يسوع الان يسوع نعلن سلطانك على هذه العين بنعلن يا رب سيادتك على كل مرض الان نعلن يا رب شفائك الان للعين في اسم الرب يسوع لمسه لمسه الان لمسه الان بالروح القدس ايها السيد تشفي في اسم الرب يسوع يا رب بشكرك بشكرك لأن ليك سلطان على المرض لأنك ليك سلطان يا رب على هذه العين يا رب لأنك أنت خلقت هذا الجسد فإحنا في اسم الرب يسوع بنصلي يا رب من أجل شفاء لبنتك يا سيد يا رب بصلي من أجل بنتك أيها السيد الذي تحتاج يا رب إلى بركة إلى لمسة بالروح القدس إلى ملء يا رب في حياتها بالنعمة أيها السيد ضع يدك الآن أيها السيد على حياتها ضع يدك الآن بالبركة على حياتها بالمجد على حياتها بالقوة على حياتها يا سيد تعال يا رب المس يا رب أنت كل ظروفها يا سيدي تعال يا رب افتح كل أبواب مغلقة أمامها يا سيد يا رب بنعلن سلطانك ومجدك أيها السيد على حياة بنتك في اسم يسوع وبنصلي يا رب من أجل بركة مضاعفة بتصلي من أجل تعويض إلهي في اسم الرب يسوع بشكرك بشكرك لأنك إله التعويض يا سيد أمين كل المجد والكرامة في اسم يسوع أمين هللويا أمين أمين قسيس كمان عندنا طلبة صلاة من أجل عابر اسمه أحمد الرب يحميه باسم يسوع وصلاة من أجل
طلبت صلاة دلوقتي في مشاكل بين في ضرب بين سوريا وإسرائيل، فيعني ده بيضرب صواريخ قبل شوية وده بيضرب صواريخ وده بيضرب صواريخ، فنصلي من أجل حماية دم المسيح والرب يحفظ أولاده في كل مكان، وصلاة من أجل أحمد العابر. أمين. تفضل. يا رب يا رب بشكرك من أجل أخويا أحمد يا سيد، بشكرك يا رب لأنك لمست قلبه يا سيد، بشكرك لأنك غيرت حياته أيها السيد، وبصلي يا رب من أجل سور نار من الحماية حول ابنك يا سيد، بصلي يا رب من أجل يا رب يدك يد الحماية يا رب تلمس هذا الابن أمامك يا سيد، حماية يا رب من كل هجمات العدو، حماية يا رب من كل هجمات العدو يا رب. احنا بنعلن يا رب يدك أن تمتد إلى أخويا أحمد يا رب في اسم يسوع الآن يا رب، الآن يا رب كل آلة صورت ضده لا تنجح، كل آلة يا رب صورت ضد ابنك لا تنجح في اسم الرب يسوع. بشكرك لأنه مكتوب يا رب أن العدو تم خرابه إلى الأبد يا رب، فإحنا بنعلن يا رب حمايتك عليه، بنعلن يا رب انتصارات في حياته أي السيد، بنعلن يا رب أن يرى مجدك بحماية وبقوة في حياة ابنك أحمد أيها السيد. يا رب أنا بصلي يا رب الآن يا رب من أجل الوضع يا رب بين سوريا وبين إسرائيل أيها السيد، يا رب تعالى يا رب بسلام، تعالى بطمأنينة في هذا الأمر يا سيد. يا رب بصلي يا رب تأتي يا رب، تأتي يا رب بيدك بالسلام وبالحماية على النفوس هناك أيها السيد، بصلي يا رب أن أنت تدي يا رب، تدي يا رب يد الحماية ويد السلام يا رب في اسم الرب يسوع على هذا الأمر يا رب. احنا بنحط قدامك يا رب واثقين يا رب أن أنت يا رب تقول فيكون وتأمر ويصير يا سيد، ليك كل المجد يا سيد. أمين يا رب. أمين أمين. احنا بس نحب نذكر اتصالات مفتوحة، الأرقام موجودة على الشاشة، اتصلوا من أي مكان، إن كان بالفايبر، إن كان من أمريكا، من أي مكان موجود بليز، التليفونات موجودة أمامكم على الشاشة باسم يسوع. يا ريت نحط التليفونات بعد إذنكم في الكنترول روم. أمين قسيس. عندنا طلبة صلاة، أوكي. الطلبة دي اسمها بنت الرب، بتقول ابنها عنده قضية يوم 13/5 وهو وعدو الخير بيحاربه، ويعني بيبتزها وياخذ أموال، والابن ده دائما إبليس بيقول لها أنا حاخده منك وأنا راح أحطه في السجن، ويعني في حرب، يعني في حرب يعني بين الأم بين عدو الخير إنه ابنها خلاص راح يروح للسجن، لكن نثق بالرب. أمين. قبل ما نصلي قسيس ناخذ الاتصال هذا بعدين نرجع نكمل. الو سلام المسيح قوة الملكوت، تفضلوا. الو سلام المسيح اخ صفا، سلام المسيح معك، انا جمانة من استراليا، طالبي صلاة لصديقتي سميرة، عندها مشكلة بالكلى وعندها مشاكل بالقلب والرواية، طالبي صلاة لها، طلبت مني اطلب لها صلاة كرمال ما تخضع لعملية جراحية، الرب يلمسها لمسة شفاء وما تخضع لعملية جراحية، بالأخص للكلى بليز، صلاة يعني شديد قوي كرمال الكلى عندها والرواية، وصلاة ثاني كمان لسلام، سلام السنان عندها عملية جراحية، الرب يرجع لعائلتها بالسلامة. أمين. طب خليكي معانا، حنصلي لك دلوقتي قسيس، تفضل نصلي لها باسم يسوع. أمين حبيبي، أمين أمين. يا رب أنت إله صالح يا رب، إحنا يا رب بنرفع قدامك يا رب أختك دلوقتي أيها السيد، أمتك يا رب أمامك، بنصلي يا رب من أجل الكلى، بنصلي من أجل القلب يا رب، مد يدك الآن بالشفاء يا سيدي. أنت يا رب القادر على كل شيء ولا يعثر عليك أمر، واشتهاء يا رب، اشتهاء بنتك يا رب أن تلمسها بالشفاء يا رب، فإحنا يا رب بنيجي قدامك يا رب وبنرفعها يا رب زي ما رفعوا المفلوج أمامك يا سيدي، الشخص المتعب أمامك يا سيد، بنصلي يا رب أن تلمس الآن بالشفاء، بصلي يا رب أن يتقوم من كل مرض أيها السيدي، بننتهر كل روح مرض، بننتهر كل روح ضعف أيها السيد، اطلق يدك في اسم الرب يسوع بالشفاء الآن لبنتك أيها السيد، اطلق يدك بالشفاء يا رب وبقوة في الجسد، قوة الآن تسري من هامة الرأس إلى باطن القدم لشفاء يا رب كل مرض في الجسد، لشفاء كل مرض في الجسد أيها السيد،
يا رب احنا بنصلي يا رب حماية يا رب على أمتك في اسم الرب يسوع بقوة الروح القدس يا سيد، ليك المجد والكرامة في اسم يسوع. أمين يا سيد. أمين 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 أختي المباركة. احنا واثقين أن الرب صنع سمع وصنع باسم يسوع. أمين. قسيس ممكن نصلي من أجل أختي دي اللي عندها مشكلة، ابنها عنده قضية وممكن يتسجن. نعم رب. ألو نعم. ألو بليز عيد صلاة ثاني إذا ممكن. أوه سوري سوري أختي بعدك معانا، تفضلي سوري. يس عيد صلاة كمان لسلام، عند عملية جراحية الاثنين المقبل كمان من شان الرب يشفيها وترجع لعائلتها بالسلامة. وصلاة لشو اسمها؟ ابني يجي للرب. أمين. شو اسمها الأخت اللي راح تعمل عملية؟ سلام سلام، عند عملية جراحية الاثنين المقبل. سلام. وابنك يرجع للرب صح؟ جورج يرجع للرب. جورج يرجع للرب. امين قسيس تفضل، خليكي معنا والقسيس صلي، ونتحد كل اولاد الرب وشعب الرب نتحد الان باسم يسوع. نعم نعم رب. نعم رب. يا عم رب احنا بنرفع قدامك سلام يا رب اللي العمليه مقبله امامها ايها السيد. يا رب بنصلي يا رب انك يا رب تاتي انت الان يا رب تلمس جسدها يا رب. يا رب بصلي يا رب من أجل لمسة يا رب لجسدها في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب أن أنت تدي سلام الآن، سلام يا رب في الداخل أيها السيد. بنصلي يا رب من أجل سلامك اللي يفوق كل عقل، يلمس يا رب في الداخل بنتك سلام أيها السيد. يا رب بصلي يا رب من أجل قوة في الإنسان الباطن يا سيدي. بنصلي يا رب أن أنت تكون يا رب اللي موجود في العملية يا رب، أنت تكون الطبيب الشافي يا رب، لأن أنت الطبيب الشافي أيها السيدي. يا رب في اسم يسوع احنا بنعلن سلطانك على هذا المرض، بنعلن سلطانك ومجدك على هذا المرض ايها السيد، وبنعلن يا رب ان ايدك تمتد بكل قوه وبكل مجد لبنتك سلام يا رب. وبصلي يا رب من اجل ابنها يا رب، بصلي يا رب انك تجذبه الى شخصك ايها السيد. بصلي يا رب ان العيون المغمضه تفتح، بصلي يا رب انك تكسر كل قلب متحجر، تكسر يا رب لين القلب ايها السيد. المس يا رب أعماق هذا الابن يا سيد. بصلي يا رب أن تحوطه بالروح القدس، تدي له يا رب لمسة من عندك يا رب، ترسل إليه يا رب ناس حواليه يحوطوه بكلمات بالروح القدس يا رب، تغير من ابنك أيها سيدي. إحنا بنتنبأ على حياته الآن يا رب، بنتنبأ على حياته يا رب أنك أنت ستلمسه بلمسة الروح القدس، تغير حياته يا رب، تبكته عن كل خطية يا رب، تلمس يا رب أعماقه يا سيدي فيتحول إلى إنسان آخر بقوة الروح القدس يا سيد، ويكون يا رب ابن مستخدم ليك في اسم يسوع. ليك كل المجد والكرامة يا رب في اسم يسوع. أمين 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 قسيس. معانا اتصال ثاني. ألو سلام المسيح تفضلوا قوة الملكوت. مرحبا سلام الرب معكم أخوتي. ومعك أيضا أخويا المبارك. معك رامي عساكر من لبنان. أهلا وسهلا فيك أخويا حبيب القلب. أنا بشتغل كمان بملكوت الرب ومنبشر ومنجيب ناس للرب ونشكر الرب الخدمة عظيمة بلبنان. بس حبيت شارك بموضوع صغير لو سمح. أكيد تفضل. كتير منتلقى اتصالات كان لحضرتك أو للأسيس أو لإلي وبيطلبوا منا صلاة العالم. أنا اللي حابب أقوله بس شغلة واحدة، نحن منصلي من قلوبنا والرب بيستجيب، بس كمان الشخص اللي عم بيطلب صلاة لازم يساعدنا شوية، مش بيقعدوا بيرفعوا إجرين وبيتكلوا بس على صلاتنا، لازم كمان هني يضحوا شوية بصوم بقعدة بمحضر الرب، بيشوف يسألوا الرب شو مشكلتك معنا يا الله، شو لازم نغير بحالتنا، شو لازم نحن نعمل يا قدوس، أنت صانع الكون، أنت القادر على كل شيء، لا يا رب مأخر معجزتك معنا. نحن منرفع الأخوة كمان بالصلاة ومنصلي لهم من قلوبنا، بس كمان هني لازم يتعاونوا شوي صغيرة في اشياء داخل الانسان ربنا بده يغيرها بالشخص، لازم الانسان يتواضع امام هذا الاله القدوس ويسأله اهم سؤال، يا رب انت ليه عم بتمرني بهيدا الامتحان؟ بيعقوب بيقول ان هذا امتحان للايمان، طيب نقدر ننجح بهيدا الامتحان بيكون في اشياء من داخلنا لازم تتغير ولا لا؟ يعني تنقل لازم المؤمن. أنا أكيد أنا أتفق معك في نقطة أنه يوجد دور للشخص، لكن مرات كثير الإنسان اللي يمر بضيقة اللي يمر بمشكلة مرات كثير ما بيشوف غير هاي المشكلة،
لكن الله من يتعامل طبعا الله او اسهل شيء عنده المعجزه يعني قول كلمه فيكون. لكن طبعا احنا من قلنا بالبدايه انه الله دعونا الى علاقه، فهي العلاقه هي المهمه. العلاقه الله عنده اكثر من شفائي واكثر من بركات، الله عنده اكثر، الله يسكن بي بعد ان كان الله معنا فمن علينا. اذا الله هو يعني اعلى رتبه ممكن اوصل، يعني اول ما اقبل الرب انا ابن، يعني ما مجبر اعمل شيء لكي اكون ابن، نو انا يوم اللي قبلت المسيح انا صرت ابن، وهاي اكثر بس كمان بس احترامي امين. بس اخي الحبيب بس كمان ربنا قالنا انا اعطيتكم النعمه مجانيا، بس ما قال اعطيتكم وعودي مجانيا. في 8000 وعد بالكتاب المقدس، الوعد المجاني هو وعد المحبه ووعد الخلاص بالنعمه، بس الباقي كلهم مشروطين. اخي العزيز لو اسم يسوع المسيح عم بيمشي على كل مؤمن بيلفظه كان العالم كله تغير. ليه 90% بيلفظوا اسم يسوع المسيح مع انه هذا الاسم تركع له السماوات والارض وتحت الارض؟ لو شغال على كل اسم على كل لسان كان العالم كله تغير، بس ليه ما انه شغال؟ لانه كمان بالكتاب بيقول تتبع الخلاص، تتبع القداسة، تتبع الطاعة، تتبع التواضع. انا ما في يقول له يا رب انا خلصت بالنعمة وضل احضر فلومي او روح اذني او اسب او اعمل اي شيء، لا انا خلاص مخلص بالنعمة. لا ده كلام مش دقيق من حضرتك. اي تنكون دقيقين اكثر. لو انت لو كنت من البداية معنا احنا تكلمنا على الملء الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيغيرنا. فانا حترك قسيس قسيس ممكن توضح لنا النقطة المهمة. هو أنا أشكر أخرامي، هو أثار نقطة مهمة جدا أنه النعمة طبعا. لكن أنه دور الروح القدس هو اللي غيرنا. أمين. تفضل قسيس. طبعا يعني أنا اللي كنا بنتكلم عليه من شوية أخ صفا لما كنا بنقول أن يعطي الروح القدس للذين يطيعونه، فيبقى أنا يعني لو أنا ما بطيعش الرب واجي بقول له أنا عايز الروح القدس يملك على حياتي، طب إزاي هيملك عليا؟ زي ما كنا بنقول من شوية، إزاي يملك عليا وأنا بقول أنا مش هحفظ وصاياك، أنا مش هطيعك، لكن أنا محتاج للقوة ديت. فكلمة الله طبعا واضحة، وساعات كتيرة في الكتاب المقدس بنشوف إزاي أن مؤمن بيقع تحت تأديب، بتوصل النقطة. عشان كده بيقول ساعات أن فيكم مرضى وفيكم ضعفاء وفيكم يرقدون، لأن لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا؟ فالكتاب واضح في الأمور ديت. لكن إحنا لما بنيجي وبنصلي لشخص إحنا اللي بنعمله بالضبط زي لما عملوا اللي جابوا المفلوج. هو مفلوج حطوه قدام المسيح وبيقول له رب المسه، يعني لكن الإيمان مهم جدا طبعا، لأن الكتاب المقدس أيضا بيقول إن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. فأنا محتاج إن أنا باجي ليه وعارف إن هو يقدر وعارف إن هو فيا. فالكتاب المقدس لازم ناخده ككل زي ما احنا دايما بنقول، فما ينفعش ان احنا بناخد جزء منه وبنسيب الباقي. امين 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 امين. اخرامي انا اشكرك جدا على مداخلتك المهمه، ويسوع يبارك حياتك ويستخدمك باسم يسوع. وانا حابب اقول شيء مهم جدا طبع. انه احنا الله دعانا الى ارجع علاقة. جميع هذه الآيات تتبع المؤمنين، الآيات هي بتتبعك أنت. من أنت راح تقبل الرب هذا ما يطلبه الأمم، لكن في العهد القديم قال أنه أليس بحضورك معنا نمتاز بين الشعوب. أنت اللي ميزك ليس بركات الرب، لأن هاي من حقك، لكن اللي ميزك حضور الله شخصيا. أنت تريد المعطي ولا العطية؟ طبعا راح تقول لي المعطي، لكن مرات كثير احنا نشلب بالعطية، لكن احنا عدنا المعطي الله المسيح فيكم رجاء المجد. اذا ما كان فيا فانا ثابت فيه في خلال الكلمه والعلاقه والشركه. معانا اتصال ثاني. الو سلام المسيح قوه الملكوت، تفضلوا. الو سلام المسيح. سوري اخ صفا، انا بس الرب يباركك، طالبي صلاة كرمال جميلي وفؤاد الحلو، الرب يثبت ورائهم باستراليا، والرب يصبر فؤاد لانه كثير كثير متوتره اعصابه، الرب يصبره ويهديه سنه ونص بقلب استراليا كرمال ياخذوا الفيزا. جميلي وفؤاد، وصلاه من اجل دانيال، الرب يباركه بشغله يوفقه بشغله.
امين امين. قسيس ممكن تصلينا من اجل فؤاد ومن اجل دانيال. نعم يا رب. جميل. نعم يا رب. نعم يا رب، نرفع فؤاد قدامك ايها السيد. يا رب بصلي يا رب، انت يا رب المتحكم في كل امور حياتنا يا رب، فاحنا يا رب بنحط قدامك يا رب فؤاد، وبنصلي يا رب انك انت يا رب بتميز شعبك عن باقي الشعوب يا سيد. فانا بصلي من اجل نعمه وفيفر يا رب لفؤاد، لاجل الورق بتاعه يا رب، بصلي يا رب من اجل فتح للابواب المغلقه امامه يا رب، تحقيق يا رب لمشيئتك في حياته. بصلي يا رب من اجل سلام يملا قلبه ايها السيد، سلام يملا حياته ايها السيد. يا رب في اسم يسوع احنا واثقين يا رب انك انت الاله يا رب الذي يفتح ولك حديثك ايها السيد. فاحنا يا رب واثقين يا رب انك تمد يدك للورق بتاعه ايها السيد. بصلي يا رب من اجل اخويا دانيال ايها السيد، المس يا رب ببركه في اسم الرب يسوع على حياته، بركه في شغله ايها السيد، نعمه وبركه في كل مجالات حياته ايها السيد. المس يا رب انت كل احتياج عنده ايها السيد. يا رب احنا بنحط هذا واثقين يا رب ان بركه تنسكب، رحمه يا رب وبركه ونعمه تنسكب على حياته ايها السيد في اسم الرب يسوع. دي كل المجد امين امين امين. قسيس امين. لو في اتصالات ثانيه اهلا وسهلا بكم، تليفونات مفتوحه اي وقت، اتصالات موجوده. امين قسيس. قسيس قبل ما ناخذ طلبات الصلاه، انا مشغول بامر واحد، وهذا الامر يعني الله شغله يعني في روحي، لو اتى زمن انه نختبر ايات ومعجزات لم نراها من قبل. انا اصلي باسم يسوع انه نختبر ككنيسه كشعب الله، ليس ككنيسه محليه لكن ككنيسه كشعب الله كعروس الرب، تختبر قوه ومسحه غير عاديه، بالرغم انه العالم والعيان يقول امر، لكن الرب دائما الاجيال في السماوات يضحك، رب يستهزئ بهم، لان هو الوحيد اللي يريد دائما يسكب قلب الرب. دائما يريد يسكب ويشفي. يعني لو نفتح قلب الرب صراحة، المكان الوحيد اللي نشعر بالأمان هو حضن الرب. في تعبير بيقول لك جميل جدا، يقول لك الحضن هو أكثر مكان ضيق لكن أكثر مكان واسع. يعني مكان ضيق يسعى لشخص واحد، لكن هذا المكان فيه راحة وفرح وسلام. والابن الذي في حضن الآب أخبر وأجلسنا الآن، هو إحنا في حضن الآب، في حضن والروح التي فينا تصرخ يا أبا الآب. فالروح التبني اللي موجودة فينا. فقسيس يعني خلينا بعد ما نكمل الطلبات نصلي من أجل كنائسنا، نصلي من أجل الزمن اللي جاي، أنه فعلا الرب يكسر الغشاوة، يكسر النقاب، تطلع الكنيسة المرهبة كجيش بألوية جميلة مثل القمر. هاي الكنيسة الرب شايفها، الله شايفنا ببره، احنا اما لا احنا لنا بر الله، احنا شايفنا الله احلى واغلى شيء، بلا عيب بلا ضغن بلا عفيفه جدا، يعني هاي العروس. فنصلي بعد ما خلص طلبات على قلبي انه نختبر، ليس من اجل طائفه ولا من اجل عقيده، نو اجى الزمن انه انتمائنا للمسيح يسوع فقط. احنا ننتمي لجسد المسيح، احنا ننتمي لجسد المسيح، احنا لسنا ننتمي للعقيدة ولا ننتمي للمسميات، لكن ننتمي لشخص. احنا جزء من جسد وليس جزء من عقيدة، احنا جزء من جسد الرب، واللي يحصل معاك يحصل معايا، واذا انت امتلأت اكيد انت راح تفيض علي. فاحنا كلتنا، فالروح القدس يقول كانوا بنفس واحدة وروح واحدة وتزعزع المكان. انا اصلي يوم من الايام اكيد راح نختبرها في هاي الازمنة، أنه فعلا نختبر أزمنة جديدة، أزمنة ولادة، أزمنة جديدة على حياة الكنيسة باسم يسوع. نعم أمين. عارف بتفكرني بحاجة أمين. بسرعة عارف لما سحابة المجد ملأت البيت أنا بقول له رب احنا محتاجين سحابة المجد دي، أن هي تملأ علينا، تملأ الهيكل، سحابة المجد دي تملأ كل كنيسة. أمين. ولم يستطيع الكهنة أن يقفوا بسبب ثقل مجد حضور الله. واو. إذا ده كان حصل في العهد القديم،
ده ما كانش يسوع جه وقام، فجي الوقت انه فعلا نختبر ايات ومعجزات اعظم جدا، اعظم جدا، لان الهنا عظيم جدا، الهنا عظيم وقدير جدا. هللويا. نعم 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 امين قسيس. نصلي عشان الام اللي عندها ابنها اللي ابليس بيحاربها فيه انه ممكن يتسجن، نصلي له باسم يسوع ابن الرب. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. احنا بنرفع يا رب هذه الام يا رب، انت تعرف يا رب الام دي بتمر بايه يا رب، وهي بتشوف ابنها واللي بيمر بيه يا رب. يا رب كلمتك بتقول يا رب ان انت بتدافع عنا ونحن صامتون يا سيد. فانا بصلي يا رب ان انت تقف عن هذا الابن، بصلي يا رب ان تحامي عنه، ان تدافع عنه ايها السيد. بصلي يا رب ان انت يا رب تدي نعمه غير عاديه يا رب في يوم المحكمه، نعمه في عيون القاضي ايها السيد، نعمه يا رب في عيون المحامي ايها السيد. تكون انت يا رب المترافع عنه، تكون انت المحامي عنه، تكون انت اللي واقف في الصغر يا سيد، تقف عن هذا الابن ايها السيد. وبصلي يا رب ان المستحيل عند الناس غير مستحيل عندك يا سيدي، فانت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. فانا بصلي يا رب انك تصنع امور عجيبه في يوم المحكمه، انك يا رب تشهد عن عظمتك وتشهد عن مجدك لهذه الام وهذا الابن ايها السيدي. بنعظمك وبنشكرك من دلوقتي، لان انت يا رب هتكون موجود في هذا اليوم يا رب، وهتتمجد في هذا اليوم يا سيد، في اسم الرب يسوع ليك كل المجد. امين يا رب. امين امين قسيس. عندنا الطلبه دي، والطلبه دي غاليه جدا على قلبي. ناس من اليمن قبل فتره اتصلوا بي، والوقت بعتوا كمان مجموعه مؤمنين عابرين من اليمن، والشرطه سجنت المجموعه دي، وحصل يعني كانه خوف في المجموعه الثانيه، لكن هم بالعكس هم فرحانين بالرب وهم لسه بيخدموا الرب. فنصلي الرب، رب يعمل. احنا يمكن قاعدين في مكان احنا مش بنشوف، لكن الرب يعمل في كل مكان. فنصلي من اجل اليمن، اليمن اليمن اليمن، نهضة غير طبيعية في اليمن، مل الروح القدس في اليمن، ايات ومعجزات في اليمن، الرب يظهر شخصيا في اليمن باسم يسوع. نعم نعم ايها السيد، نعم ايها السيد. يا رب بشكرك، بشكرك لانك بتشهد عن ذاتك يا رب في كل مكان. أشكرك لأنك بتشهد عن ذاتك في اليمن أيها السيدي. أشكرك يا رب لأنك بتشهد عن ذاتك يا رب لمن محبتك يا رب للنفوس في اليمن أيها السيد. يا رب أشكرك من كل واحد وواحدة عبر أيها السيد عرفوا الخلاص يا رب، عرفوا شخص يسوع. وبشكرك يا رب لأني وعدك ليهم يا رب لا أهملك ولا أتركك أيها السيد. أشكرك يا رب لأنك تمد الآن يد الحماية يا رب. أشكرك لأنك تستطيع يا رب الآن أن تزلزل أساسات السجن، زي يا رب ما زلزلت أساسات السجن في القديم، أنت تزلزل أساسات السجن أيها السيدي، وتفتح الأبواب المغلقة يا رب. بصلي يا رب في اسم الرب يسوع وبقوة الروح القدس يا رب، أنك تدي يا رب تملأ بغمر من السلام، غمر من الفرح، قوة 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 في الإنسان الباطن يا رب، في كل واحد وواحدة في اليمن يا رب، عبرين عارفين شخصك الآن يا رب. احنا يا رب بنصلي يا رب ان يدك تمتد اليهم الان يا رب بالبركه والمجد، والمجد يعلن على حياتهم، فكثيرون من الذين حولهم يعرفون انك انت الاله الحي الوحيد. في اسم الرب يسوع بعظمك وبمجدك ليك كل المجد يا رب. امين يا سيد. امين 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 قسيس. امين. معانا طلبه ثانيه، بس خلينا نشوف الطلبه. بنت الرب بتقول أنا أطلب صلاة من أجلي ومن أجل عائلتي، من أجل حماية دم المسيح عليهم وتسديد الاحتياجات، ومن أجل أنه مجد الرب يملأ البيت ويملأ الأولاد باسم يسوع. أمين يا رب. أمين يا رب. يا رب أنا برفع أختي وبيتها قدامك أيها السيد. يا رب بصلي يا رب أن حضورك يملأ هذا البيت يا سيد. لأن لما حضورك بيملأ البيت يا رب تغير كل شيء يا رب. فأنا بصلي يا رب أنت المتحكم في كل أمور حياتهم أي سيد. فأنا بصلي يا رب من أجل حماية في اسم الرب يسوع على هذا البيت.
بسأل يا رب من أجل ثبات لكل خطوات في هذا البيت يا سيد. بصلي يا رب إن مجدك يعلن في هذا البيت يا رب. بصلي يا رب من أجل بركة في هذا البيت باسم الرب يسوع. أنت يا رب إله غني يا رب، تعطي بسخاء ولا تعير أيها السيد. فأنا بصلي يا رب من أجل فيض 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 من البركة على هذا البيت، فيض من الحماية على هذا البيت. يدك يا رب تمتد بمجد وبركة على هذا البيت يا سيدي. بصلي يا رب إن لما حضورك يملأ هذا البيت يا رب، إن أنت تقربهم من شخصك أكثر فأكثر. بصلي يا رب ملء من الروح القدس على هذا البيت، على كل شخص في هذا البيت، كل رب صغير وكبير في هذا البيت، ملء بالروح القدس يا سيدي في اسم الرب يسوع. بكل مجد أمين أمين أمين. في شخص من السويد يطلب رقم الفايبر، فياريت نحط البقية شوية أكثر على الشاشة، فهو ينتظر أنه رقم الفايبر، هو يريد يتصل عن طريق، هي أخت تريد تصلي من أجل ابنها باسم يسوع، هي في السويد باسم يسوع. فهو الآن راح ينحط على الشاشة رقم الفايبر، فأي واحد موجود من خلال الفايبر، أختي المباركة أنت تشوفين الآن أنه الرقم الآن الفايبر موجود على الشاشة. أمين. احنا نصلي ايضا من اجل اخونا امجد رزق، هو من مصر، طالب صلاة باسم يسوع انه الرب يقويه والرب يستخدمه والرب يملأه من الروح القدس باسم يسوع. هو مشتاق انه يمتلأ من الروح القدس ويكسر كل تسلط ابليس وكل بالمصر بتقوله كالكعة دخلت قوة في قلبه بسبب المشاكل والظروف باسم يسوع، الآن يختبر ملء الروح القدس. أمين قسيس. أمين. أمين أمين يا رب. احنا بنصلي من أجل أخونا أمجد في اسم الرب يسوع، كل قيود في الداخل تنكسر في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب من أجل أي قيد فشل في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع تنكسر كل قيد للفشل، كل روح فشل في الداخل أيها السيدي. بصلي يا رب الآن من أجل روح القوة، روح المحبة، روح النصح يمتلئ أمجد في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب من أجل ملء بالروح القدس على أمجد الآن يا رب، من هامة الرأس إلى باطن القدم في اسم الرب يسوع. يا رب أنا بعلن سلطانك على حياة أمجد، بشكرك من أجل أشواء قلبه يا رب، بشكرك يا رب من أجل أشواء يا رب أنه يخدمك، أنه يعلي اسمك. وبصلي يا رب نار نار الروح القدس يا رب تسري في كيانه يا رب، تحرق كل شوائب، تحرق كل أكاذيب من إبليس في اسم الرب يسوع. وبشكرك بشكرك من أجل القوة الآن يا رب المرسلة بالروح القدس إلى ابنك في اسم يسوع. أمين يا سيد. أمين أمين قسيس. معنا اتصال ثاني. ألو قوة الملكوت تفضلوا. مساء النور أخت المباركة. أنا طلبة طلب الصلاة من أجل، أنا بصلي لجوزي من فترة طويلة ما يعرف ربنا، وبرضو الأولاد، يعني عايزة تجديد في الصلاة، حد يصلي يعني تجديد معايا، لأني قرب 20 سنة بصلي ومش شايفة أي تغيير. والولد طبعا عايزة يعرف الرب لأنه متحاربين جامد جدا. أمين أمين أختي، أنت معانا حنصلي لك دلوقتي. أمين. ممكن تغمض عينك وترفع يدك والقسيس وراح نصلي من أجلك باسم يسوع. باسم يسوع رب إحنا بنرفع أمتك قدامك الآن يا رب وولادها أيها السيد. يا رب أنت سامع الصلاة الذي يأتي إليك كل البشر رب. أشكرك أشكرك يا رب لأنك لا تنسى دموعها، لا تنسى صلواتها أيها السيد. وإحنا رب بنيجي أمامك الآن يا سيد، وبنتفق وبنرفع رب الولاد قدامك الآن يا رب. يا رب بصلي يا رب من أجل حصار بالروح القدس على أولادك، لمسة بالروح القدس على أولادك الآن يا رب. اكسر كل قيد يا رب، اشفي النفس في الداخل أيها السيدي.
يا رب كل قيود على الذهن تسقط باسم الرب يسوع. كل قيود على الأفكار في الأفكار تسقط في اسم الرب يسوع. أصلي يا رب الآن ترسل كلمة يا رب تشفي في الداخل. ترسل كلمة يا رب ترفع يا سيد. أصلي يا رب الآن تلمس الولاد. تغير تولدهم من فوق في اسم يسوع. بنصلي من أجل ولادة جديدة أيها السيدي. أنت يا رب تحرر، نعم. أنت تشفي، نعم أيها السيدي. فإحنا واثقين يا رب أنك تسمع الصلاة الآن، أمتك يا رب لترفعها. فإحنا واثقين يا رب أن تلمس ولادك الآن يا رب. وبصلي يا رب لأمتك يا رب أي تعب في الداخل، أي فشل في الداخل، يا رب أنت تجدد قوتها الآن في اسم يسوع. قوة الآن بالروح القدس، تجديد للنشاط، تجديد للقوة يا سيد في الداخل. فتعلم يقينا يا رب أنك أمين على عملك، أمين على أولادها يا سيد. أنك يا رب أنت يا رب تحفظ وعودك لها يا سيد، لا تنسى وعودك لها يا سيد. فباركك وعظمك، لأن يا رب أنت ستصنع أمور عظيمة يا رب في حياة رب هذا البيت يا سيد. ليك كل المجد والسجود في اسم يسوع. أمين يا رب. أمين 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 قسيس أمين. معانا تقريبا يعني 7-8 دقائق ونختم. نختم باسم يسوع. في طلبات ثانيه طبعا، بس اشوف باسم يسوع الطلبات. في طلبات كثيره الصراحه، نقرا الطلبات. لكن قسيس قبل ما ناخذ، ممكن ممكن نصلي، او قبل ما نصلي من اجل الطلبات، شيء على قلبي. ممكن قسيس في دقيقتين تخبرنا عن نار الروح القدس؟ ليش إنه الكتاب المقدس يشبه لنا على نار الروح القدس؟ كثير ناس تسأل إنه شنو هي النار الروح القدس؟ ما أنت لازم يعني لما نبص للنار، النار بتعمل إيه؟ خد بالك؟ بتولع الأشياء، بتحرق أشياء كتيرة في حياتنا. فتلاقي إن نار الروح القدس جزء من الجزء اللي بيعمله الروح القدس، إن تلاقي شوائب في حياتنا كتير. فتلاقي إن الروح القدس بيحرق كل شوائب، يشيل. فتلاقي إن الروح القدس جزء من النار. بس النار كمان في جمر، بيقول لك ايه، ان زي الجمره ما تحط جمرتين جنب بعض كده، لان هي بتولع، بتقعد اوقات كتيره لما تولع خشب مثلا او تولع شيء زي كده، تلاقي ان بياخد فترات مولع. فالروح القدس بيولع جوانا نار، يدينا كده ايه، ان انا شبعان، ان انا جوايا في فرح مستمر، في قوه مستمره، ادي نار الروح القدس بتعمل. فانت لما تشوف اخصائيات النار ايه هي، ده نفس اللي بيعمله روح الله جوانا، والقوة اللي بيعملها روح الله جوانا. أمين. إذا القوة دي موجودة فينا. طبعًا. طبعًا. أمين. طبعًا. ودي طبعًا. أول ما قبلنا أنه المسيح هو مخلص على حياتنا، إحنا الروح القدس سكن فينا. عشان في ناس بتقول أنه لا، إحنا لازم نكون لدرجة إيمانية معينة وبعدين نمتلئ من الروح القدس. No. Right away. صح. الكتاب واضح. الكتاب واضح إن أنتم هيكل الله. وإيه؟ وروح الله ساكن فيكم. يبقى أنا لما أنا باجي للمسيح وتولد من فوق ولادة جديدة، وأبقى اعترف بخطياتي قدامه وأقول له يا رب تعالى أسكن في حياتي، في اللحظة دي بيسكن فيا الروح القدس. أنا بصير ده العربون، إن أنا بقيت ابن لله، ومفيش شيء أقدر أعمله لو أنا ابن يغير في حالتي إن أنا ابن. وأنا شاعر إن أقول كده يسمعوني، إن أنا مش معنى إن أنا ابن وغلط أنا ما بقتش ابن. لا، لو أنا عندي بنتين، بنتي لما بتغلط عمر ما بتبقاش بنتي، دايما هتفضل بنتي. فأنا لما بغلط برجع لأن أنا ابن، برجع مش إن أنا بقيت مش ابن. فخلي بالكم إن ساعات إبليس بيخشنا من الاتجاه دوت، إزاي أنت ابن وبتغلط؟ لا، أنا ليا نعمة. أنا عشان كده بيقول إن بدخل إلى عرش النعمة. يعني إيه؟ يعني نعمة. أمين. الله فياضة على حياتي على طول. أمين أمين قسيس. قبل ما نختم قسيس، أنا حابب نصلي زي ما قلنا أنه الكنيسة، نصلي أنه أروح الله. قبل ما نصلي ونختم، معانا آخر اتصال، بس قسيس لازم قبل ما تروح لازم نصلي من أجل الطلبة دي. اتصال. ألو، سلام المسيح، تفضلوا.
ألو سلام المسيح، ممكن تنصوا التلفزيون تسمعونا من التليفون رجعان؟ نعم منو؟ ألو 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 سلام المسيح. سلام المسيح، أنا أيك المرة صليتوا علي ما فات رجلي بعد يعملوا لي شرايين، يعملوا لي عملية شرايين في رجلي اثنينهم. ألو ألو سلام المسيح أخوي. وياك حبيبي تفضل. عندي 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 بيمنى ويسرى شرايين مسدودة، هذي كم مرة صليتوا علي ما فادت، بس رجلي بعد يسوون عملية، يريد يسوون عملية ومسدودة اثنينهم شرايين رجلي. آمين آمين. زين خليك ويانا نصلي لك، احنا نبقى نصلي لك واكيد الرب راح يسوي شيء، الرب دائما يسوي. المسيح يتدخل المرة، يتدخل فيها، هو دائما يتدخل. آمين. خليك ويانا نص التلفزيون، اسمعنا من التليفون والقسيس راح يصلي وياك. تفضل. يا رب في اسم الرب يسوع احنا نصلي يا رب الآن يا رب للرجلين والشرايين المسدودة في اسم الرب يسوع. بنصلي يا رب انك تلمس الآن يا رب كل شريان مسدود بلمسة الآن بقوة الروح القدس يا رب، قوة للشفاء في اسم الرب يسوع. احنا بنعلن يا رب سلطانك على هذا المرض، احنا يا رب بنأمر الشرايين المسدودة دي انها تنفتح في اسم الرب يسوع، بنأمر كل شريان مسدود ان ينفتح في اسم الرب يسوع. يا رب احنا بنعلن يا رب مجدك، بنعلن عظمتك، بنعلن شفائك الان في اسم الرب يسوع. اشكرك يا رب لانك انت هو الاله الشافي يا سيد، فإحنا الآن يا رب الآن يا رب بنصلي من أجل عبدك أن تلمس يا رب أرجله بالشفاء في اسم الرب يسوع. دي كل المجد يا رب. أمين يا رب. أمين أمين قسيس. طبعا قسيس نشكر الرب من أجلك، ونشكر الرب من أجل استخدام الرب اللي في وسطنا. لكن قبل ما نختم قسيس، أنا حاسس على قلبي نصلي من أجل الكنيسة تختبر أزمنة جديدة من الآيات والعجائب باسم يسوع. أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب. إحنا رب يا رب بنصلي الآن أيها السيد يا رب من أجل زمن للافتقاد يا سيد. تعال يا رب وافتقد شعبك في هذه الأيام يا رب. تعال يا رب وشيل يا رب، شيل كل أنظمة بشرية، شيل كل أنظمة بشرية أيها السيدي، وتعال يا رب أملك من جديد يا رب على شعبك وعلى كنيستك. تعال يا رب أملك من جديد بقوة الروح القدس يا رب. تعال يا رب وهز شعبك من جديد يا رب بقوة الروح القدس. تعال يا رب بنار الروح القدس واحرق كل شيء كل من لسه من عندك أيها السيد. تعال يا رب وجهز العروس أيها السيدي يا رب. احنا بنصلي يا رب الآن من أجل لمسات لكل خادم في اسم الرب يسوع. ضع يدك يا رب على كل خادم في الكنيسة يا رب بمسحة جديدة بالروح القدس، بلمسة جديدة بالروح القدس، بقوة متجددة بالروح القدس. بشكرك بشكرك من أجل يا رب ولادك اللي بيخدموك بأمانة أيها السيدي. بصلي يا رب أني في هذه الأيام يا رب نرى آيات وعجائب يا سيدي. نصلي يا رب أني في هذه الأيام يا رب نرى مجدك من جديد يا رب في وسط شعبك. تعال تعال يا رب بقوة، تعال يا رب كما في السماء، اعلن مجدك كما في السماء كذلك على الأرض يا رب. احنا عايزين يا رب مجدك يعلن يا سيد يا رب من بركك، لأن احنا الأيام دي زمن افتقاد. احنا الايام دي في يا رب نار الروح القدس تسكب من جديد يا رب على كنيستك وعلى شعبك، تسكب من جديد يا رب لعمل غير عادي في هذه الايام الاخيره يا رب. تعال يا رب فك القيود، تعال واطلق من الاسر يا رب نفوس. تعال يا رب وزيل كل معطلات، وخلي يا رب نظرنا يرجع لشخص واحد يا رب، هو شخص الرب يسوع. نظرنا يكون ثابت على يسوع، مثبتين انظرنا على شخصك انت يا رب. عايزينك انت وحدك يا سيدي تأتي وتملأ وتغمر من جديد يا رب. بشكرك بشكرك من أجل القوة والمسحة اللي ستأتي على شعبك وعلى كنيستك في هذه الأيام. ليك المجد والكرامة والسجود والعظمة. بشكرك من أجل أخويا صفا، بشكرك من أجل حياته ومن أجل استخدامك لي بركة غير عادية يا رب، ومسحة غير عادية على ابنك يا سيدي. ليك كل المجد يا رب. أمين يا سيدي. امين امين قسيس. يعني نشكر رب من اجل الوجبه الدسمه. طبعا دائما الرب يدعونا لوليمه،
والوليمة هاي اسمها وليمة سماء اللي موجودة على جبل الرب. فنشكر رب لأجل الوليمة الدسمة اللي في كلمة الرب، والرب استخدمك فيها. وقسيس يعني جهز نفسك للقاءات أخرى بنعمة الرب، الرب يستخدمك معنا في كل مكان أنت تكون فيه، تكون نار الروح القدس اللي فيك دائما. الرب يخترق فيك أزمنة وأوقات باسم يسوع لاستخدام واستعلان الملكوت فيك ومن خلالك باسم يسوع. أعزائي المشاهدين، أنا أشكركم، أشكر رب من أجلكم، أشكر رب من أجل كل من اتصل، أشكر رب من أجل كل طلبة صلاة راح نرفعها أمام عرش النعمة. استقبل شفائك وملء الروح القدس. انتظرونا الأسبوع القادم حلقة جديدة من قوة الملكوت. سلام المسيح معكم.